بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الماجستير، نستكمل وإياكم مفردات الفصل السابع من كتاب سولستير فيزيكس، ووصلنا إلى موضوع الهول إفكت. قبل أن نستغرق أو نغرق في معادلات هذا الموضوع، خلينا نعطي مقدمة. هو التعريف المعطي الهول فيلد، الهول فيلد هو عبارة عن تولد مجال كهربائي على طرفي أو على وجهي موصل، بحيث اتجاه يكون عمودي على بالاتجاه اللي يكون يعني إذا ضربنا اتجاه التيار الكهربائي في اتجاه المجال المغناطيسي، فإن اتجاه الناتج هو اتجاه المجال الكهربائي المتولد. الآن يعني للتوضيح، أول مرة إحنا راح نشوف إنه هذا الشكل مفيد جدا لتوضيح العملية. راح نفترض إنه إحنا صلبنا مجال مغناطيسي باتجاه Z، وصلبنا مجال كهربائي باتجاه X، وبالتالي فإنه راح يصير عندي تيار كهربائي باتجاه X. إذا المجال مغناطيسي باتجاه Z، مجال كهربائي باتجاه X. هذين المجالين وجودهما سويا راح يولد قوة اسمها قوة لورنز. هذه القوة تسعى إلى أن تحرف الإلكترونات نحو أسفل الروت، أسفل الروت بهذا الشكل. وبالتالي إذا استمرت هذه العملية راح الشحنات السالبة تستقر في أسفل النموذج، مخلفة وراءها شحنات موجبة. وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مجال كهربائي جديد متولد اسمه مجال هول. هذا مجال هول ناتج نتيجة لتراكم الشحنات الموجبة إلى الأعلى والشحنات السالبة إلى الأسفل، واتجاهها مثل ما هو واضح عكس اتجاه واي بهذا الشكل. الآن المعالجة الرياضية لهذا الموضوع تبدأ كالآتي. لو تلاحظون وياي أنه إحنا رجعنا إلى المعادلات 52، وافترضنا أنه لا توجد حركة إلكترونات باتجاه واي، يعني سرعة الإلكترونات باتجاه واي إيش تساوي؟ تساوي صفر. لو تلاحظ الآن مرة ثانية النموذج أنه أصلاً الإلكترونات قاعدة تتحرك باتجاه الإكس، ولا توجد الكترونات تتحرك باتجاه واي، وبالتالي فإن السرعة باتجاه واي هي صفر. فلو رجعنا إلى المعادلات 52، هذه المعادلات 52، وصفرنا في هذه المركبة الأولى، المعادلة الأولى، صفرنا هذا الجزء على اعتبار في واي صفر، وصفرنا بهذا الجزء أيضا الواي، وساوينا ما بين الفي اكس الناتج من هذه مع الفي اكس مع في اكس الناتج من ناشف. هنا اكو في اكس وهنا اكو في اكس، في واي تصفر هنا وفي واي تصفر هنا، راح نحصل على ما يلي. الان لو تلاحظ في هذا التوضيح، الان نقوم بها سابقا، في هذا التوضيح شو تشوف؟ تشوف انه عندي هذه المعادله الاولى من صفر واي، الـ Vx راح يبقى بيها بس هذا الجزء، فهذا نسميها معادلة A. المعادلة الثانية اللي أشرت لها بالمعادلة 52 الجزء الثاني بيها، إذا الـ Vy صفر فإذا من أتى نستنتج أنه الـ Vx تساوي هكذا. فبمساواة الـ Vx من A مع الـ Vx من B، هذا الجزء منا وهذا الجزء منا، راح احصل على انه الاي واي تساوي هذا المقدار. الاي واي هو المجال الكهربائي المتولد نتيجه قوه لورنز الناتجه من تسليط مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدين على بعضهما البعض. لو تلاحظ هسه الاي واي تساوي ناقص اي بي على ام سي تاو اي اكس. لا، المعادلة نفسها هسه الآن استنتجتها لكم مكتوبة
بهذا الشكل بوحدات ال SI. هذه الآن اصطلح على حاصل قسمة قيمة المجال الكهربائي المتولد مجال هول على قيمة التيار الكهربائي مضروبة في قيمة المجال المغناطيسي يعني EY على JXB. هذه يسموها الـ RH، يسموها معامل هول. هذه يسموها معامل هول. فلو عوضنا عن قيمة الـ EY من هذه المعادلة وعن الـ GX من معادلة سابقة، أيضا أنا اشتقتها لكم هسه راح أعطيكم إياها، وضربناها بـ B، راح يصير عندي قيمة الـ EY منا قيمة الـ GX مضروب بـ BY تطلع بهذا الشكل. فلا نصفيها راح يطلع الـ RH يساوي ناقص واحد على NE في وحدات الـ CGS وتساوي ناقص واحد على الـ NE. هذه المعادلة في غاية الأهمية اللي هي المعادلة 55 واللي راح نشرح عليها الآن. الآن أرجع إلى أنه الـ GX كيف طلع هذه القيمة NE تربيع تاو على EX على M. أنا مطيكم إياها سابقا لكن حبيت أن أعيدها مرة أخرى لكم. هذه هي هذه توضيح إلى من أين جاءت الـ GX تساوي هذه القيمة. لو تلاحظ الـ GX هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن تيار على المساحة. التيار شو يساوي؟ هو عبارة عن عدد الشحنات على الزمن، شحنة على الزمن، عدد الشحنات على الزمن في واحد على اي. فلو نضرب في اكس على اكس بالمقام اي في اكس حيطلع الحجم، وبالتالي العدد في اي على الحجم هذا كله ان، راح يصير عندي ان في اي على تاو في اكس. الان الاكس اللي هي الازاحة نقدر نطلعها بشكل جانبي، انه القوة تساوي كيو في اي، اذا قسمناها على ام راح يطلع عندي الاف على ام هو التعجيل، والتعجيل هو المسافة على مربع الزمن، وبالتالي الاكس على تاو تربيع يساوي كيو على اي على ام. الاكس راح يطلع اي شحنة الالكترون في شدة مجال كهربائي في مربع زمن الاسترخاء على ام. هذا الاكس لو اعوضه هنا، راح تطلع لي هذه، وبعد هذه الاختصارات راح تطلع عندي قيمة جي اكس اللي عوضتها هنا ان اي تربيع تاو اي اكس على ام، اللي هي هاي ان اي تربيع تاو اي اكس على ام. الان ما هي الملاحظات التي ممكن ان نستفاد منها، او ان كيف تستخدم المعادلة ار اتش؟ هل كاتبكم مجموعة من الملاحظات حول المعادلة 55، وهذه الملاحظات أصلاً مأخوذة من كتب اشتقاق المعادلة الأخيرة 55. افترض أنه تاو متساوي وغير معتمدة على الزمن، لكن ماذا لو كان أنه تاو مختلفة يعني غير متساوي؟ في مثل هذه الحالة يجب إدخال عامل عددي يأخذ بنظر الاعتبار عدم تساوي تاو، يعني هذه المعادلة ما تكون دقيقة 100%. المعادلة 55 تم فرض وجود حامل شحنة واحد وهو الإلكترونات، لكنه في السيمي كوندكتر لاحقا راح نلاحظ أنه توجد نوعين من حاملات شحن، إلكترونات وفجوات، وبالتالي المعالجة للمعادلة 55 ستصبح أصعب، لأنه راح ندخل معها الإلكترونات والفجوات. الآن الملاحظات الأخرى هي ملاحظات متعلقة بالجدول الموجود، هذا الجدول التيبل 4. هذا التيبل 4 لو تلاحظون ايش مطيني اكو طريقتين لإيجاد معامل RH، طريقة الكونفنشنال هاي العادية وطريقة الهيليكون. هاي طريقة الهيليكون هو متطرق لها. فهنا لو تلاحظ أفضل النتائج بين العملي، هذا العمود هو القيم العملية، وهذا العمود هو القيم الحسابية. لاحظ أنه أفضل النتائج تكون
في حالة فرض أنه يوجد إلكترون واحد، زين، أو إذا كان المادة تكافؤها واحد. فلو تلاحظ شو يقول أيضا النتائج كانت للصوديوم والبوتاسيوم، لأن هم دول أساسا يوجد في المدار الأخير لهم هو شنو إلكترون واحد، فلهذا أفضل النتائج بالعمل النظري كانت لـ Na و K. Na Na هذا العملي، وهذا الكي، وهذا الكي ناقص 4 ناقص 4.94 ناقص 4، يعني فرق 0.0002. زين، بعد الملاحظة الأخرى أنه عندي العلامة الموجبة، لو تلاحظ هذا الجدول يوجد الـ RH قسم من الـ RH، هذه القيم العملية مثلا عدة بالبليليوم والألمنيوم والإنديوم والأرسنايد. شو تشوفون؟ تشوفون أنه الـ RH موجب، الـ RH موجب. هذه لم تستطع نظرية الفري إلكترون أن تفسر كيف الـ RH قيم موجبة، لأنه اعتمدت هذه النظرية على افتراض أنه حاملات الشحن هي فقط الإلكترونات. وبالتالي في الفصل القادم، الفصل الثامن، راح نشوف كيفية التغلب على هذا الموضوع من خلال الباند ثيوري. فأرجو أن تلاحظون أنه القيم الموجبة لهذه العناصر لا يمكن تفسيرها بالإلكترون فري موديل. أيضا ربما شيء ما واضح أنه قيم الـ RH للألمنيوم والإنديوم محسوبة على أساس حاملة شحنة واحدة لكل ذرة، لهذا هي مختلفة بالقيمة والإشارة عن القيم المتوقعة. لو تشوف الألمنيوم والإنديوم، إذا نرجع الألمنيوم والإنديوم وتلاحظون هنا تم الافتراض أنه إلكترون واحد يعني إلكترون تكافؤ واحد محسوبة على أنه حاملات شحنة واحدة، بينما هي هذا مو صحيح. ولهذا تشوف أكو القيم المتوقعة العملية والنظرية، شوف ما متطابقة كثيرا بين العملي والنظري. زين، وهذا كل ما وهذه الملاحظات اللي قلناها هي عبارة عن ملاحظات موجودة بعد الجدول، وأنا تقريبا غطيتها بالكامل.